معاذ وداش ودي من المفارقات. انتوا اتنين كنتوا مع بعض في فيلم لا مؤاخذه زمان من كام سنه بقى؟ 10 سنين. 10 سنين انت طبعا فاكرين شكلهم من 10 سنين. خلينا نفتكركم في فيلم لا مؤاخذه وانتوا مع بعض واصحاب من ساعتها لحد اللحظه دي. الحمد لله. اشرب حاجه ساعه. معاك فلوس؟ معيش الا 5. عايز ايه؟ ممكن ريزن لو في شنطه بلوراق وكدور. مش عايز كمان شكوبول لامك؟ ايه دي معرفهاش دي. ماشي استنى هنا. استعد على الشاب اللي قرب. امك نزلت؟ اه تعالى. ايش ده اصلا احنا هنخربها. يا اللي نسيت اطلع ده وجاي بتتحرى. مفتاح يا كالوري الباب المفتاح اللي معايا وتلعب ويا. حاطين في مكان طب بص انت وهو خش خد المسلوق من بابا من جوه من بابا من جوه. 10 سنين ان الفرق واضح. 2014 واحنا 2024 ايه اللي حصل؟ حصل كتير. والنهارده عيد ميلاد معاذ خلي بالك بالصدفه. كل سنه وانت طيب. يا معاذ كل سنه وانت طيب. قول لي وجودك في مسار اجباري. انتوا اتصاحبتوا من ايام طبعا لا مؤاخذه بقيتوا اصحاب. اتعرفنا على بعض ساعه لا مؤاخذه بس انا كنت اعرف داش قبليها يعني وتعرفنا اكتر واحنا بنحضر. رحنا لاكتنج كوتش مروه جبريل وكنا وقتها بنشوف بعض كده. بعد كده بدانا التصوير وبقينا اصحاب. والدته بقت هي المسؤوله عننا شويه. والدي حبه معانا شويه كده. بدايه واحده والسنه دي بتتجمعوا مره تانية. اه بالظبط.